دونك جبد ورقه مزدوجه تكون كبيره ما تكونش صغيره، حاول تخدم في ورقه مزدوجه تكون كبيره، حط حداك ستيلوات، حط حداك ادوات الهندسه، حط حداك كالكولاتريس، حط حداك قرعه ديال الماء، وبدا خدام ليا في الامتحان. كنتي خيار عربي ولا خيار فرنسي راه بحال بحال، وتبع معايا للتصحيح، خدم بعدا عاد شوف التصحيح. السلام عليكم تلاميذ عرض اولير، كيدايرين بخير؟ لاباس عليكم، نتمنى انكم تكونوا بصحه جيده. اليوم ان شاء الله كيف ما وعدتكم الحصة ديال اليوم غيكون فيها التصحيح ديال الامتحان ديال جهة مراكش اسفي. دونك التمرين الاول غيزود غير ليكواسيون، المهم هذا بالعربية وبالفرنسي، ها هو الشيء. حل المعادلة، حل المتراجعة، باش ما تقلقوش عندنا الناس ديال العربية. حل المعادلة، التمرين الاول عليه 5 نقاط، حل المعادلة، حل المتراجعة، حل الندمة، وعدي سيستم، متفقين؟ عدي سميتو مسألة، متفقين؟ المسألة اللي هو بروبليم. دونك 5 ديال النقاط سهلة بسيطة بزاف، هاهي بالفرونسي وهاهي بالعربية، متفقين؟ دونك سهلة تو سامبلوم. يلا نبداو على بركة الله. كيف ما فوالا كيف ما العادة، راه نتوما ديجا حطيتو لكم شحال هاد، يعني باش متبقاش تقول لي حكاك تحطو لينا اليوم وكتصحو لنا غدا، لا كنحطو لي حطيت لكم نهار الحد، واليوم راه الأربعاء، يعني خص يكون عندك الوقت الكافي في أنك تخدم امتحان راسك، حيت الهدف من هاد الشيء هو ماشي نعيق عليكم انا نقول لكم حقا انا راه غندير لكم 10 امتحانات جهويه، ولا ماشي هو هذا الهدف. الهدف هو انك نحط لك امتحان جهوي تمشي تخدمو على راحتك تجي تلقى التصحيح، متفقين؟ يلا نبداو على بركه الله. اذا نبداو على بركه الله بالتمرين الاول. التمرين الاول اسيدي عليه هو هذا، ها هو نعليو هذا الشيء بحال ما هكا. دونك التمرين الاول، السؤال الاول عفوا، التمرين الاول والسؤال الاول. دونك تناقص 3 اكس زائد 17 كتساوي ناقص 2 اكس ناقص 3. دونك بالنسبه للتخراج ديال هذه العمليه هذه كتالي. دونك المجاهيل في طرف، انا غنخرج لكم ماشي زعما نتوما ما عارفينش، عارفكم عارفين، ولكن باش تلقى راسك واش، حيت بعض المرات هاد الحاجه اللي كيكونوا ساهلين اقسم بالله بزاف ديال الناس ضيعوا النقاط غير فهادشي ساهل، كتلقى ما جابش 20 ما جابش 19 كتلقى جاب 11 جاب 10، ملي كتشوف ليه الورقه ديالو كتلقاه فاش غلط كتلقى غلط في داكشي الاول، داكشي الصعيب هو راه كاع ما غلط فيه. دونك هادي دونك التركيز، التركيز ما تقولش حق هادي ساهله ما نخرجهاش، لا ساهله نخرجها. تساوي ناقص 3 تكتب زائد 17 تمشي الجهه الاخرى تولي ناقص 17. دونك ناقص 3 اكس زائد 2 اكس تعطينا ناقص اكس، وناقص 3 ناقص 17 عطينا ناقص 20، غتختزل ناقص مع ناقص عطينا اكس كتساوي 20. ضروري ملي كنسالي كنأطر النتيجه اللي خرجت ليا، متفقين؟ وكنكتب الجمله. اذا حل هذه المعادله هي 20، السوليسيون دو سيت ايكواسيون هي 20. دونك تكتبها لي بحال ما هكا، ضروري ضروري زوق زوق تبيع. السؤال الثاني، السؤال الثاني عطاونا متراجعه، متراجعه. دونك هنا خديتي نقطه فاصلة 25، خديتي نقطة 25، متفقين؟ تحية الناس اللي كيجيبوا صفر ولا كيجيبوا ربع، هاهي نقطة 25، يعني إلا جبتي أقل من نقطة 25، عرف راسك راك ماشي معانا في هذا الكون هذا. 5 إكس ناقص 3 أصغر من 7، دونك 5 إكس غتبقى في طرف، 7 غتبقى هنا، ناقص 3 تمشي الجهة الأخرى تولي زائد 3، دونك 5 إكس أصغر من 7 زائد 3 هي 10، دونك إكس أصغر أو تساوي من 10 على 5. 10 على 5 بغيتي تخليها هكا خليها هكا، بغيتي تختزلها راه غتختزلها. دونك اكس اصغر او تساوي من 2، حيت 10 على 5 هي 2. كنأطروا النتيجه وكنقولوا الجمله، الجمله شناهي؟ الجمله هي تو لي نومبر انفيريور او ايغال 2 سوليسيون دو سيت ايكواسيون، اولا جميع الاعداد الاصغر او تساوي من 2 هي حلول لهذه المتراجعه. بعض المرات كيقول لك غير خرج لينيكواسيون صافي، يعني خصك تقول غير الجمله، ولكن بعض المرات تيقول لك خرج لينيكواسيون وتيقول لك ديرها لي في مستقيم مدرج، مستقيم مدرج بحال ماك كدير مستقيم ياك وكدير فيه الصفر وكدير الاتجاه، يعني حنا غاديين في هاد الاتجاه صفر، يعني هنا كاينه تكون واحد، هنا تكون جوج، هنا تكون ثلاثه، هنا تكون ربعه، هنا غتكون ناقص واحد ناقص جوج ناقص ثلاثه ناقص ربعه، ويا غاد متفقين؟ الحل اللي خرج لي انا هو جوج، اذا كنمشي عند جوج وكندير نقيطه، نقيطه بحال هكا وكنسميها جوج، متفقين؟ هنا عندي اكس اصغر من جوج، يعني فين هما الاعداد اللي صغر من جوج؟ الاعداد اللي صغر من جوج هما هادو، متفقين؟ كنلونهم، الاعداد اللي صغر من جوج هما هادو كنلونهم، ها تلوين داكشي ديال الخشيبات، كان خو شي عندك شي خوك صغير قول لي اجي لون ليا، يلون لك هادي كتلون.
ملي كتلون سيدي كتبقى لك حاجه واحده، واش غدير المعقوفه كتشوف في التلوين ولا معقوفه ما كتشوفش في التلوين؟ متفقين؟ الا كانت الرمز فيه او تساوي، يعني فيه بحال ما هكا ولا فيه بحال ما هكا، يعني فيه او تساوي، كدير المعقوفه كتشوف، كتشوف في التلوين. ولكن الا كان الرمز ديال اكبر قطعا ما كتشوفش، ما كتشوفش في التلوين. المعقوفه كديرها ما كتشوفش في التلوين. انا غنشرح لك. دونك هنا عندي اكبر او تساوي، يعني المعقوفه غتشوف في التلوين، غدير واحد المعقوفه بحال هكا غتكون كتشوف في التلوين، يعني كديرها حاله فمها التلوين. ولكن اذا كانت قطعا غدير معقوفه ما كتشوفش في التلوين. متفقين؟ هاد العيبات انا اللي كتبت دابا راه ماشي غير باش نشرح لك، كتبها حتى انت، ما تكتبهاش في الورقه ديال الامتحان بطبيعه الحال، كتبها في المذكره ديالك واش العيبه واش عقل عليها. مفهوم؟ دونك انا خرجت لك وعطيتك حتى الا قال، حيت بعض المرات تيقول لك غير خرج لينيكواسيون، بعض المرات تيقول لك خرج لينيكواسيون ولكن مثل في مستقيم مدرج، عطيهم ليا في اون دغوات غادوي، غدير لي دغوات غادوي. نمشيو للسؤال 3 ا اللي هو ريزودغ لو سيستيم. ملي كيقول لك ريزودغ لو سيستيم، غنشوفو حتى بالعربيه باش ما تقلقوش عندنا الناس ديال العربيه. ريزودغ لو سيستيم هو دونك حل النظمه، فاش يقول لك غير حل النظمه يعني ما تيقولش لك حلها بشي طريقه، واش تاليفيه الخطيه ولا التعويضيه ولا مبيانيه، يعني عندك الحق تخرجها باللي بغيتي. متفقين؟ اللي بغيتي دير. دونك هنا نرجعوا للغه الفرنسيه، فينا وفينا وفينا اللغه الفرنسيه، قلبوا معايا على الامتحان ديال الفرنسيه. ها دونك ريزودغ لو سيستيم، ريزودغ لو سيستيم صافي، ريزودغ لي سيستيم، ريزودغ لي سيستيم. دونك غادي نخرجوا السيستيم سيدي، ولكن هذه راه سميتها عندنا في الدراجه بلاطو، بلاطو ديال اتاي زيتو اليوم وجبت باش نشرح لكم، شرفوني راه كنضحي على قولكم. المهم غنخرجوا هذا سيدي بالطريقه اللي بغينا، متفقين؟ كل واحد وكيفاش غادي يخرجها. انا غادي نخرجها بطريقه تعويضيه، سبستيتيوشن، يعني غنخلي ايكراك في طرف، غندير 45 ناقص اكس، غندير جوج اكس زائد، وفي بلاص ايكغيك غنحط هادي 45 ناقص اكس كتساوي 75. الفوقاني كنبقاو حاطينو ايكغيك كتساوي 45 ناقص اكس، التحتاني غادي نخرجو جوج اكس ناقص اكس تعطينا اكس، و 45 غتمشي للجهه الاخرى، 75 ناقص 45 تعطينا 30، 75 ناقص 45 تعطينا 30. هايا قدام عينكم، باش ما تقولش لي استاذ خطأتي استاذ، ناقص 45 شحال كتعطينا؟ كتعطينا 30. دونك ملي خرجت لنا اكس كتساوي 30 كنرجعو نعوضو هنا، دونك هنا غتعطينا ايكغيك كتساوي 45 ناقص 30، كيبان لكم ياك؟ ها كيبان لكم. و اكس كتساوي 30، دونك ايكغيك غتكون كتساوي 45 ناقص 30 هي 15، و اكس غتكون كتساوي 30. هاد سميتو هاد النظمه، هاد السيستم مايمكنش تخرج لينا بالطريقه المبيانيه. علاش؟ حيت فيه ارقام كبار، يعني غتجيني صعيبه انني نرسم في معلم 75، يعني النقطه 75 راه بعيده بزاف وصعيبه بزاف. متفقين؟ يعني راه باينه ما غاديش تخرجوها بالطريقه سميتو المبيانيه. دونك بالنسبة للمسألة، مسألة عادية كنديرو ليها بين غير من الأرقام ديالها، كاين هنا واحد الميتين، دونك عندها علاقة مع هاد الجوج. أنا كنقول لك التحليل اللي كدير في الأول في الديبار، مع كتشوف هادي كتشوف، كيبان لك هنا كاين واحد الميتين هاهي، كتبان لك كاين واحد 45 هاهي كاين هنا، كتبان لك أن كاين واحد 100 هاهي كاين هنا، يعني الواحد، كتبان لك أن كاين هنايا هاهي. متفقين؟ يعني لا كاس دو لا سوسياسيون سبورتيف دو ليسي كونتيان 45 بيه. ياك هاد 45 بي كاين جوج انواع، كاين النوع الاول ديال 200 درهم والنوع الثاني ديال 100 درهم، يعني كاين جوج انواع، يعني اكس ايكغيك، النوع الاول زائد النوع الثاني يعطيونا 45 تيك، الا جمعنا النوع الاول والنوع الثاني يعطيونا 45 تيك، يعني المعادله الاولى هاي، زائد انه 200 درهم النوع الاول و100 درهم النوع الثاني، والمجموع ديال الفلوس هو 7500 درهم. يعني داكشي اللي كيدوي على الدراهم غديرهم في معادله ديالهم الراسهم، وداكشي اللي ما كيدويش على الدراهم كديرهم في معادله ديالهم الراسهم. متفقين؟ يعني هذا هو البلان كيفاش. ولكن قبل راه كدير الخطوه الاولى، ما نبقاوش ندوي عليها، هذا راه امتحان جاي رقم جوج، ما نبقاوش ندوي على المرحله الاولى. المرحله الاولى كنديروا لانكوني، كنقول سوا
اكس هي كنجبدها من السؤال هي ديتيرميني لو نومبر دو بي دو شاك سورت يعني ديال النوع الاول ديال 200 درهم غتقول لي اكس هو ديال 200 درهم ياك وغتقول لي ايغريك هي ديال 100 درهم يعني اكس هي ديال من نوع 100 ديال 100 درهم وايغريك هي ديال نوع من 200 درهم شوفوها بالعربيه باش تفهموني اكثر ها هي ديال العربيه ها هو دونك يحتوي صندوق دونك كنمشي عندكم نيشان دونك اكس نقولوا ان لدينا اكس هي الاوراق النقديه من فئه 200 درهم واغريك هي الاوراق النقديه من فئه 100 درهم اكس اغريك هذه هي المرحله الاولى. المرحله الثانيه كنديروا ميزون سيستم يعني كنديروا صياغه المساله كنحطوا لهم هذه نفسها اكس زائد اغريك كتساوي 45 جوج اكس ما غنديروش جوج اكس حيت عندنا 200 دونك 200 اكس زائد 100 ايغريك كتساوي 7500 هذه غنديروا لها اختزال يعني هذه غتبقى كيف ما هي باش نشرح لكم القضيه كيفاش كتكون هذه غنختزل الاصفار غتبقى عندنا جوج اكس زائد ايغريك كتساوي 75 يعني الا كان شي عدد كنقسموه هنا ونقسموه هنا ونقسموه هنا وتولي هذه راه مزيانه وهذه راه كنقول لهم ديجا خرجناها في السؤال اللي فات متفقين يعني هادو هما المراحل ديال المعادله المراحل ديال المساله دونك سميتو اختيار مجهول صياغه المساله حل المساله كتخرجها صافي وفي الاخر كدير الرجوع الى المساله يعني كتقول لي اذا الاوراق من كذا والاوراق من كذا مفهوم دونك القضيه مفهومه في هاد المساله. دونك بالنسبه للتمرين الثاني ها هو بالعربيه قال لك داله خطيه اف ديال 4 كتساوي 12 تحقق ان احسب ان حدد العدد اللي صورته يعني بسيط بزاف اجي شوفوه بالعربيه ها هو بالعربيه ها هو مزيان دونك كيبان لكم ها هو كيبان لكم مزيان دونك باش نخرج انا في الورقه تم دونك السؤال الاول قال لك فيريفي كو اف اكس كتساوي 3 اكس دونك كنحسبوا ا يعني ا الطريقه اللي كيتحسب بها هي اف اكس على اكس مفهومه اف اكس على اكس يعني اف ديال 4 على 4 اف ديال 4 على 4 كتساوي اف ديال 4 هي 12 على 4 اذا كتساوي 3 اذا اف اكس كتساوي 3 اكس مفهوم حيت الداله كتكتب على هذا الشكل اف اكس كتساوي ا اكس اذا انا هاد ا ها هو حسبته بهذه الطريقه مفهوم تما عن طريقه تكون واضحه لكم مزيان. دابا نشوف السؤال الثاني شنو تيقول لك فيه قال لك سيدي كالكولي اف 5 كالكولي اف 5 هاي الطريقه باش كنحسبوا اف 5 عندي انا اف اكس كتساوي 3 اكس اذا الا بغيت نعوض بخمسة غندير اف 5 كتساوي 3 في 5 دونك اف 5 كتساوي 3 في 5 هي 15 مفهوم ها هو السؤال الثاني سؤال ب سؤال سي ديتيرميني لو نومبر دون ليماج دونك لونتيسيدون دونك لونتيسيدون الطريقه اللي كنحسبوا لونتيسيدون سهله وسامبل لونتيسيدون كنديروا بحال ماك اف اكس كتساوي داك العدد يعني قال لك لونتيسيدون ديالاش ديال ناقص 9 دونك كدير كتساوي ناقص 9 اذا اف اكس هي 3 اكس كتساوي ناقص 9 دونك اكس كتساوي ناقص 9 على 3 اكس كتساوي ناقص 3 9 على 3 هي ناقص 3 اذا لونتيسيدون العدد الذي صورته ناقص 9 هو ناقص 3. بالنسبه للسؤال الثاني اون كونسيدير لا فونكسيون اف دونك وصلنا لهذا السؤال هذا هو اون كونسيدير لا فونكسيون اف لا فونكسيون افين جي هاي نعتبر الداله التالفيه جي بحيث جي صفر كتساوي 1 وجي 1 كتساوي 3 تحقق ان معامل جي هو يساوي 2 يعني فيريفي كو لو كويفيسيون دو جي ايغال 2 دونك حنا كنعرفوا الكويفيسيون هو ا كيساوي اف اكس 1 moins f x2 sur x1 moins x2 متفقين تساوي f x سمحوا لي راه يلاه خرجت لكم واحد الامتحان جياوي كامل ديال حسيمه المهم دير شويه جي x1 دونك جي 1
ناقص جي صفر، جد واحد ناقص جد صفر، جد واحد ناقص جد واحد ناقص جد صفر، واحد ناقص صفر، يعني هذه اكس تكون هنا كتكون اكس ان اكس ان اكس دو اكس دو، واحد واحد صفر صفر، جد واحد كتساوي ثلاثة، جد صفر كتساوي واحد، واحد ناقص صفر، دونك ثلاثة ناقص واحد تساوي جوج، واحد ناقص صفر واحد، إذا دو، إذا ان كتساوي دو، إذا الجواب صحيح، تحقق أن معامل الدالة يساوي جوج. ثم اوجد صيغة جي دو اكس، يعني هنا لقينا ا اف اكس كتساوي ا اكس زائد بي، لقينا ا، دابا غنلقاو بي، دونك بي كيفاش غادي نلقاوها؟ عندنا جي، باش نطلع لكم هنا جي اكس كتساوي جوج اكس زائد بي، الطريقه اللي غنلقاو بها بي هي ان نقطه كتنتاني، ناخذ جي صفر، جي صفر كتساوي جوج في صفر زائد بي، يعني اكس اكس صفر صفر، يعني جد صفر كنحطوه كناخدوه يا اما جد صفر يا اما جد واحد، الا خديت جد واحد في بلاصه اكس غنحط واحد، الا خديت جد صفر في بلاصه اكس غنحط صفر، دونك جد صفر كتساوي واحد، ها هي هذه واحد كتساوي جوج في صفر كتساوي صفر زائد بي، اذا بي كتساوي واحد، اذا لا فورمول ديال جد اكس هي جوج اكس زائد واحد، متفقين؟ مزيان، دونك هذا السؤال جوج. سؤال الثاني، نمشيو دابا للسؤال ثلاثة، سؤال ثلاثة قال لك متل مبيانيا، دابا غنرسموه، إذا بالنسبة لهذا السؤال هذا، متل مبيانيا الدالة اف، فين هي الدالة اف؟ ها هي الدالة اف، هي اف اكس كتساوي ثلاثة اكس، متفقين؟ يلا، حنا عندنا اف اكس كتساوي ثلاثة اكس، إذا هذه دالة خطية، دونك كنرسمو واحد الطابلو بحال ما هكا. واحد المعلم عفوا غوبير، وكنعرفوا حنايا بان هاد الداله خطيه، يعني فونكسيون لينيير راه كدوز من هنايا، يعني النقطه الاولى راه كاين، يعني كدوز من لوريجين اللي هو اصل المعلم، دونك دابا غتخصنا غير نقطه اخرى، دونك ديجا عندنا اف 5، عندنا اف 5 شحال كتساوي؟ اف 5 كتساوي 15، متفقين؟ اف ديال 5 الا حطينا هنا 5، 5 في 3 15، مفهوم. انا الا بغيت نصغر الاعداد ما غاديش نخدم بهادي، غنخدم شي نقطه اخرى، مثلا اف ديال واحد، اف ديال واحد هي 3، الا حطيت انا واحد، واحد في 3 هي 3، دونك ماشي بالضروره نخدم بداكشي اللي عطاوني هما، نقدر الا كانوا ارقام كبار نخدم انا بشي لعبه ديالي، سي حاجه صغيره باش المعلم يجيني مقاد، دونك واحد الصوره ديالها 3، واحد في الافاصيل و3 في الاراتيب، واحد جوج 3، دونك كنسلب يساهم بيناتهم، ها هي النقطة، إذا من هاد النقطات هادو غادي ندوز مستقيم، إذا هادي هي الدالة اف، متفقين؟ هادي هي الدالة اف، مفهوم؟ دونك هذا هو السؤال الثالث، دابا غندوزو للتمرين رقم ثلاثة اللي كيدوي على الستاتيستيك، اللي كيدوي على الإحصاء. أما بالنسبة للتمرين الثالث ليكزيرسيس 3، دونك هاد التمرين الثالث كيدوي على الستاتيستيك، أشنو قالك؟ هكا هو كتشوفو بالعربية وبالفرنسي، دونك قالك هنايا هاد الجدول هذا ديال عدد التمارين الرياضيات التي أنجزها التمارين أحد أقسام خلال أسبوع، متفقين؟ شحال ديال التلاميذ شحال دارو ديال التمارين، دونك 8 ديال التلاميذ دارو جوج تمارين، 14 ديال التلاميذ دارو ثلاثة ديال التمارين، 9 ديال التلاميذ دارو 4، و 6 6 و 3 10، دونك فيغيفي كو ليفيكتيف توتال دو سيت سيري ستاتيستيك ايكال 40، دونك كنجمعو هادو كاملين، كنجمعوهم كنحطوها لي كنبينوها لي، كنديرو لي 8 زائد 14 زائد 9 زائد 6 زائد 3 كتساوي 40، واقيلا الا حسبتيها في كالكولاتريس ولا حسبها بدماغك، غتلقى بان كتساوي 40، هنا اللي بغيت نوريكم هنا هو ان هنا يسمح باستعمال الآلة الحاسبة غير قابلة للبرمجة، دونك أغلبية 90% ولا نقدر نقولو 99% من الامتحانات الجهوية راه كيكونو كتكون كالكولاتريس مسموح بها، يعني ما تخلع ما حتى شي حاجة، يعني عادي راه كتخدم كالكولاتريس، وإلا قالك ما تخدمش بكالكولاتريس راه عادي راه ماشي شي أرقام لي طوال ولا شي حاجة، دونك السؤال الثاني حدد القيمة الوسطية، أول حاجة خصني نزيد ليفيكتيف كيمولي، خصني نزيد ليفيكتيف كيمولي تحت من الجدول. دونك كنرسم الجدول كامل انا غير باش ما يطوالش لكم الفيديو، غادي نرسم غير الخانه ديال ليفيكتيف كيمولي، دونك كتكون هادي وهادي عاد كتكون تحت منها ليفيكتيف كيمولي، دونك ليفيكتيف كيمولي كنحطو 8، كنجمعو ديك 8 مع 14
دونك 22، دونك 22 زائد 9 غتعطينا 31، 31 زائد 6 غتعطينا 37، 37 زائد 3 تعطينا 40. متفقين؟ هذا هو ليفيكتيف كومولي ديالهم كامل. دونك شنو كنا كنديرو في القيمه الوسطيه، في لا فالور ميديان، شنو كنديرو؟ كنشدو توتال ليفيكتيف توتال كامل كنقسموه على جوج. دونك 40 كنقسموه على جوج غتعطينا 20، وكنمشيو ناخذو اقرب قيمه ل 20، يعني اكبر او تساوي 20 هي 22. هاد 22 اللي كنشوفوا القيمه ديالها. اذا الميديان هو اي 3. متفقين؟ السؤال 3. السؤال دابا كنشوفوا واش الفيديو واش التليفون كيصور لكم ولا لا. ها هو باي التليفون باغي يطيح. المهم السؤال 3، كالكولي لا مويان اريتميتيك دو سيت سيري. دونك عادي مويان ام كنديروا ليه بحال هكا، خط واحد الخط طويل بحال هكا، وكنبقاو نديروا 2 في 8 3 في 14 3 4 في 9 كذا كذا بالعربيه وبالفرنسي بحال بحال. متفقين؟ دونك غنديروا 2 في 8 زائد 3 في 14 زائد 4 في 9 زائد 6 في 6 زائد 10 في 3، وكنقسموها على ليفيكتيف توتال كامل، كنحسبوها في كالكولاتريس وكنشوفوا شحال غتخرج لنا. دونك كنديروا بحال ما هكا، جوج في باش تعرف كيفاش تخدم كالكولاتريس، ديما دير بحال ما هكا، دير كسر وكتب الفوق. دونك جوج في 8 زائد 3 في 14 زائد 4 في 9 زائد 6 في 6 زائد 10 في 3 دارت ليا أس 2 قسمة 40، عطانا 3، عطانا 4، دونك عطاتنا 4، دونك إم كتساوي 4. دونك بالنسبة للتمرين رقم 4 قالك لي يكون أ بي سي مثلثا و إم منتصف القطعة أ سي. دونك كيف ما هو في الشكل، دونك مثلث هو ياك مثلث. ملي يقول لك مثلث حاول انك ديرو ما يكون لا قائم الزاويه لا متساوي الساقين لا حتى شي حاجه. دونك مثلث كيلكونك يعني عادي ا بي سي، وقال لك ام منتصف ا سي، ها ام منتصف اس. بطبيعه الحال ترى كترسم بالمسطره وداكشي باش يكون القياسات هذيك، يعني هذه تكون منتصف. دونك هايا قالك سوا ا بي سي ان تريونغل ام ميليو ديال سيغمون ا سي اون كونسيدير لا ترانسلاسيون تي كي ترانسفورم ا اون ام، الازاحه حتى اللي تحول ا الى ام، يعني هذه هي الازاحه، هاي هذه هي الازاحه اللي غيبقاو يدويو عليها من ا ل ام. شتا السهم هابط لتحت مزيان. دونك قالك انشئ النقطه، انشئ النقطه ان صوره بي بالازاحه تي، ان صوره بي، ان صوره بي. اول حاجه كيف ما قلت لكم كنحول هذه الجمله، هذه ان صورة بي هي كنديرو بي ان كتساوي الازاحة، الازاحة هي ا ان. متفقين؟ يعني اول حاجة كنديرو بي ان، ما كنبداوش من ان كنديرو بي ان. بحال دابا مثلا هنا شنو قالك ان لي ماش ديال بي، اشنو كندير انا؟ ما كنديرش ان بي، كندير بي ان. متفقين؟ بي ان كتساوي سميتو الازاحة التي اللي هي ا ام. متفقين؟ دونك ا ام كتهبط لتحت يعني كتجر لتحت، بي ان هي كتجر لتحت تكون هنا. طبيعة الحال كنرسموها بالكومبا، الطريقة اللي كنرسمو بالكومبا هي اننا كنعبرو هاد المتجه هادي وكنحطو هنا، كنديرو قوس وكنعبرو هادي وكنمشيو هنا وكنحطو قوس وكتشكل لنا نقطة ان. متفقين؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، السؤال الثاني قال لك تحقق ان سي هي صورة ام بالازاحة تي، سي ليماج دو ام باغ لا ترانسلاسيون تي. يا قال لك سي ليماج ديال ام باغ لا ترانسلاسيون، يعني خصني نبين شنو خصني نبين انا؟ سي صورة ام، يعني خصني نبين ام سي راها كتساوي ا ام، يعني خصني نبين ام سي كتساوي ا ام، ام سي فين ام سي كتساوي ا ام، يعني ا ام كتساوي ام سي. اش بان لكم هنا؟ هنا راه اصلا حنا ديجا قالوا لينا، نقول لهم اون اون ام ميليو دو ا سي، دونك الا كانت ام ميليو ديال ا سي دونك راه ا ام
دونك ام تتساوي ام سي. متفقين؟ يعني صافي جاوبنا على السؤال. السؤال الاخير استنتج صوره المستقيم بي ام، يعني غادي نشوف شكون بي ام. قالك بي ام شنو هي الصوره ديال، شنو هي ليماج، شنو هي ليماج ديال بي؟ هي ان. متفقين؟ نشوف المستقيم بي ان بي ام شكون هي ليماج ديال، شكون هي ليماج ديال بي ام. غنشوف شكون هي ديال بي، ديال بي هي ان ها، وديال ام ديال من هي سي. بي ديال هاد ديالها شكون هو ان، وام ديال اش و ام ديال شكون هي سي. اذا ليماج دو بي ام هي ان سي، صوره بي ام هي ان سي. متفقين؟ الصوره ديال هذا هي هذا. اوكي طبيعه الحال غادي نقول لي انا راه كنعطيك دابا غير بحال دي مو كلي باش تخرج انت راسك، باش تكتب راسك. دونك كتقول لي اون بي ليماج دو ان. متفقين؟ باغ لا ترانسلاسيون، لا ان ليماج دو بي باغ لا ترانسلاسيون تي، اي سي ليماج دو ام باغ لا ترانسلاسيون تي. دونك ليماج دو لا دغوات بي ام هي لا دغوات ان سي. هكا كنكونو كملنا التمرين الرابع. وصلنا للتمرين الخامس. التمرين الخامس ساهل وبسيط بزاف، ليكزارسيس خمسة. دونك السؤال الاول قالك مثل ان نقطتين سي و بي، يعني كتحطهم في المعلم سي و بي، هاد سي و بي غتحطهم في المعلم. الحمد لله. دونك بالنسبه للتمرين الخامس قال لك مثل ان نقطتين سي و بي، هاي مثلوه ها معلم. بطبيعه الحال المعلم ديرو بمسطره وداك الشيء مقاد، ما تبقاوش ديرو بحالي هنايا. دونك بي هي جوج ناقص واحد، واحد جوج، دونك جوج ناقص واحد هذه خديناها في الافاصيل، الاخرى غناخذها في الاراتيب اللي هي ناقص واحد. جوج ناقص واحد ا سالبي سام، دونك هذه هي النقطه بي. نمشيو للنقطه سي، النقطه سي قال لك 4 3 ها 4 ها 4 و 3 في الافاصيل، واحد اراتيب واحد جوج 3 ها، هذه هي سي. السؤال الثاني، السؤال الثاني قال لك نديرو سؤال ثاني هنا. السؤال الثاني قال لك سؤال ب ماشي سؤال ثاني، تحقق ان النقطه ا هو السؤال ب، فيريفي كو لو بوين بي ميليو دي سيغمون ا سي، تحقق ان النقطه ب هي منتصف ا سي. دونك غادي نشدو حنايا نحسبو بي، نديرو بحال غنحسبو بي، غنديرو اكس ا زائد اكس سي ديفيزي بار 2، ايغريك ا زائد ايغريك سي ديفيزي بار 2. دونك بي هي شنايا، هي اكس ا، اكس ا هو شحال، اكس ا هو كيبان لكم ياك، اكس ا هي صفر ما نكتبهاش، اكس سي هي 4 زائد 4 على جوج، ايغريك ا شحال، ايغريك ا هي ناقص 5 زائد ايغريك سي هي 3 ديفيزي بار 2. دونك بي غتساوي ليا 4 على جوج هي جوج، ناقص 5 زائد 3 هي ناقص جوج، ناقص جوج على جوج هي ناقص واحد، تساوي بي. هاي بي، بي هي جوج، هاي بي هي جوج ناقص واحد. متفقين؟ دونك السؤال، السؤال الاول اللي فيه الف وباء ها هو خرجناه. نمشيو للسؤال، سؤال جوج، سؤال جوج ها هو نديرو غير هنا. متفقين؟ بحال كنخرج حداك. سؤال جوج الف قالك حدد احداثيه المتجهه بي سي، دونك بي سي اكس سي ناقص اكس بي، ايغريك سي ناقص ايغريك بي، دونك بي سي اكس سي، اكس سي هي 4، 4 ناقص اكس بي اللي هي 2، ايغريك سي اللي هي 3 ناقص ايغريك بي اللي هي ناقص 1. دونك بي سي في الاخير غتساوي لينا، نحسبو نيشان شحال غتساوي لينا، 4 ناقص 2 غتعطينا جوج، ثلاثة ناقص ناقص واحد هي ثلاثة زائد واحد هي 4. دونك هذه هي المتجهة بي سي. من وراها قال لك سؤال ب، تحقق أن المسافة بي سي تساوي جوج جذر خمسة. هاي غنخرج هنا بي سي كتساوي مسافة، كنديرو مسافة بحال ما هكا، كنحطو هادو نيت. إلا كنتي ديجا حاسب المتجهة بي سي وطلب منك المسافة، ما كتعاودش دير إكس بي ناقص إكس سي ولا كذا، كتكتب لي القاعدة وي إكس سي ناقص إكس بي أو كاري زائد إيكغيك سي ناقص إيكغيك بي
اوكاري ولي كيما كتبقاش تحط فيهم حيت انت ديجا خرجتيها، دونك كتجيني شنو كدير جوج اوكاري زائد 4 اوكاري وكتحسب. متفقين؟ دونك جوج اوكاري هي 4 4 اوكاري 16، 4 زائد 16 هي 20، جذر 20 راها كتساوي جوج جذر 5. متفقين؟ دونك انا هنا هذا هو السؤال ب، هذا السؤال ب فو. دونك هذا هو فيريفي كو لا ديستانس بي سي كيبان لكم ايغال 2 راسين 5. دابا نمشيو للسؤال رقم 3. دونك وصلنا للسؤال 3. السؤال رقم 3 قال لك مونتري كو ليكواسيون ريدويت ديال دغوات ا بي اي، بين ان المعادله المختصره للمستقيم ا بي هي 2 اكس ناقص 5. مزيان، دونك وصلنا للسؤال 3. السؤال 3 حنا كنعرفوا ان المعادله المستقيم تكتب على شكل ا اكس زائد بي، كتكتبها لي كتقول لي لدينا معادله المعادله المختصره للمستقيم تكتب على شكل ايغريك تساوي ا اكس زائد بي. متفقين؟ ليكواسيون ريدويت ا بي سيكريغ سو فورم، وكتكتب لي ايغريك ايغال ا اكس بلس بي لنحدد ا، اون ديتيرمين ا، كتحدد ا. الطريقه باش كنحددو ا اولا كدير ام بحال بحال، كاين اللي كيدير ا كاين اللي كيدير ام، هنا ام وهنا بي. متفقين؟ يا اما دير ا بي اما ام بي بحال بحال. دونك الطريقه كيفاش غنحدو ام، كنديرو مستقيم شنو سميتو، سميتو ا بي. اذا كنديرو ايغريك بي ناقص ايغريك ا اكس بي ناقص اكس ا. دونك ايغريك بي هي ناقص واحد ناقص واحد ناقص ايغريك ايغريك ا هي صفر، اكس بي هي جوج ناقص اكس ا اللي هي ماشي ايغريك ا هي ناقص 5 عفوا، و اكس ا هي صفر تساوي، و ناقص واحد ناقص ناقص 5 هي ناقص واحد زائد 5 هي هي 4 على جوج هي جوج. اذا ام خرجت لنا جوج، اذا غنرجع للمعادله ونكتب ايغريك كتساوي جوج اكس زائد بي، دونك في بلاصه ام درنا جوج. مزيان، دونك دابا بقات لينا بي، بقات لينا بي كناخذو نقطه كتنتمي، مثلا غناخذو حنايا ا لي كوردون ديالها 0 موان 5، غنقول لهم ان ا ابارتيان ل ا بي، يعني كتنتمي ل ا بي. اذا هنا نقدر ندير ايغريك ا يساوي جوج اكس ا زائد بي، يعني الا كانت ا كتنتمي ل ا بي اذا لي كوردوني ديال ا صالحين انني نحطهم هنا، انا نحط اكس ا ونحط ايغريك ا. ايغريك ا هي ناقص 5 جوج في اكس ا هو 0 زائد بي، اذا جوج في 0 مشات، دونك كتبقى هي بي كتساوي ناقص 5، اذا بي كتساوي ناقص 5. نرجع للمعادله ونكتب ايغريك كتساوي جوج اكس وفي بلاصه بي ندير ناقص 5. بحال هكا كنكملو التمرين رقم 3. اذا المعادله المختصره ديال المستقيم ا بي هي جوج اكس ناقص 5 كيفما خرجت ليهم هما. دابا ندوزو للسؤال رقم 4. دابا وصلنا للسؤال رقم 5، قال لك دي، انت في الرسم قال لك دي عندي هنايا ا سي، قال لك دي هو واسط قطعه ا سي، دونك واحد المستقيم دي دي بريم. شي هو الواسط؟ الواسط كيعني انه بيربوندكولير، هادشي راه دوينا عليه بزاف ديال دوينا عليه في الامتحان الجهوي اللي فات، وغندوي عليه في الامتحان الجهوي وغندوي عليه في الامتحان الجهوي كاملين. متفقين؟ دونك هاد الواسط قطعه يعني الميدياتريس، هاد كلمه ميدياتريس كتعني البيربوندكولير والميليو. متفقين؟ يعني الا قال لك بين ان دونك هاد المستقيم دي بريم، الا بغينا نعرفوا المعادله ديالو غيخصنا بين ان المعادله المختصره للمستقيم دي بريم هي غيخصنا دي بريم غيكون بيربوندكولير مع ا سي. متفقين؟ نقولوا لهم بما ان، متفقين؟ بما ان دي بريم واسط واسط ا سي، يعني اون سي كو ان دي بريم ميدياتريس ديال ا سي، دونك دونك ا سي غادي يكون بيربوندكولير، نعاود نكتب هنا، دونك ا سي غيكون بيربوندكولير مع دي بريم. متفقين؟ دونك هادي، دونك انا غير كنزرب كندير دونك، دونك ا سي بيربوندكولير مع دي بريم
ياب هادشي كنقول لك الوسخ، كتجيب ورقة الوسخ كتبقى تخربق بحال هكا، كتقول اه بما ان الدي بريم واصل قطعة اسي، اذا اسي بيربوندوكولار مع الدي بريم، و الا كان اسي بيربوندوكولار مع الدي بريم، اذا سميتو الكويفيسيون ديريكتور ديال اسي شحال؟ الكويفيسيون ديريكتور ديال اسي شحال؟ فينا 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 اه ما حددناش، دونك غنمشيو نحسبوا الكويفيسيون ديريكتور ديال اسي، متفقين؟ وغيكون متعاكس مع الدي بريم، مفهوم؟ دونك نمشيو نشوفوا سميتو معادلة المستقيم ديال اسي، نحسبوا الكويفيسيون ديريكتور ديال اسي، إذا الكويفيسيون ديريكتور ديال اسي هو إيكغيك سي ناقص إيكغيك أ، إكس سي ناقص إكس أ، إيكغيك سي هو هو هاي كتبها لكم هنايا، هاي إيكغيك سي هي 3 ناقص إيكغيك أ اللي هي ناقص 5، إكس سي اللي هي 4 ناقص إكس أ اللي هي 0. نحسب هاد العملية هادي، 3 ناقص ناقص 5 هي 3 زائد 5 هي 8، 8 على 4 8 على 4 غتعطينا 2. إذا الكويفيسيون ديريكتور ديال أ سي هو 2، متفقين؟ إذا إلا كان هذا 2 الكويفيسيون، دونك الكويفيسيون ديريكتور ديال دي بريم شحال غيكون؟ غيكون هو العكس ديالو، يعني غنقلبوه، يعني ام غيكون ام بريم غيكون هو 1 على 2 ناقص 1 على 2، كنشدو هذيك الجوج كنديرو لها المقلوب وكنديرو لها المقابل، يعني كنقلبوها وكنديرو لها المقابل، متفقين؟ اذا ام بريم كتساوي ناقص 1 على 2، اذا هي هذا الرقم اللي كاين هنا ناقص 1 على 2، غيبقى لنا دابا غير الميليو، اذا ركز معايا، اذا المعادلة ديال دي بريم هي كتكتب على هذا الشكل، ناقص 1 على 2 اكس زائد بي، مفهوم؟ دونك حنا حددنا ناقص 1 على 2، يعني حددنا الكويفيسيون ديريكتور، ها هاد الكويفيسيون ديريكتور حددناه، باش حددناه؟ حددناه بالتعامد بالبيربوندوكولار، بي باش غادي نحدوها؟ غادي نحددوها باش بالميليو، دونك شكون هي الميليو ديال اسي؟ اصلا حنا كنعرفو شكون هي الميليو ديال اسي هي بي، اذا لي كوردون ديال بي غيتحطو هنا، اذا ايكغيك بي كتساوي ناقص 1 على 2 اكس بي زائد بي، مفهوم؟ ايكغيك بي شحال كتساوي؟ ديجا عارفين حنا ايكغيك بي شحال كتساوي، هاهي ناقص 1 ناقص 1 كتساوي ناقص 1 على 2 اكس بي شحال هي في 2 زائد بي، انا غنكمل هنايا، دونك هنا غتمشي ليا 2 مع 2 غتبقى ناقص 1، غتمشي 2 مع 2 غتبقى ناقص 1، ناقص 1 فاش غتمشي الجهة الاخرى غتولي ناقص 1 زائد 1 كتساوي بي، اذا بي كيساوي 0، متفقين؟ داكشي علاش هو قال لك ايكغيك كتساوي ناقص 1 على 2 اكس زائد والو زائد 0، زعما ايكغيك كتساوي ناقص 1 على 2 اكس زائد والو يعني زائد 0، يعني بي كيخرج لك 0، متفقين؟ هاي مونطري كو ليكواسيون غيدوي ديال دي بريم هي ايكغيك كتساوي ناقص 1 على 2 اكس زائد والو، يعني بي كتساوي 0. اذا انا غنشرح لكم دابا، ندير لكم ملخص على الميدياتريس كيفاش كيتخرج. دونك الميدياتريس واسط قطعه كيتخرج المعادله ديالو كتكتب على هذا الشكل، ايكغيك كتساوي ا اكس زائد بي، اولا ايكغيك كتساوي ام اكس بلس بي. كيفاش كنحدو ام؟ ام كنحدوه بالبيربوندوكولار بالتعامد، متفقين؟ ام كنحدوه بالتعامد، يعني مثلا واسط قطعه مثلا دلتا واسط قطعه ديال من ديال ا بي، اذا هذيك الكويفيسيون ديريكتور ديال ا بي كنشدوه كنقلبوه ونديروا ليه المقابل، اذا جبدنا ام سالينا، اذا ام كتجبد بالبيربوندوكولار، مفهوم؟ بي باش كتجبد؟ كتجبد بالميليو بالمنتصف، يعني ديك النقطه اللي كتكون منتصف مثلا ا بي شكون المنتصف ديالها؟ ام، اذا ديك النقطه ام هي اللي كنعوضو هنا ونعوضو هنا باش تخرج لينا بي، متفقين؟ دونك هذه هي الخلاصه ديال الواسط قطعه كيفاش كتخرج، وبهذا كنكونوا كملنا التمرين الخامس كامل. دونك قال لك دون لا فيغور سوسو اس ا بي سي بيراميد، مزيان لا هوتور ديالو هو ا اس ا اللي هو هذا ا اس، هذا هو لا هوتور ديالو، هذا الدخلاني اللي هو اس ا راه كيبان لكم الداخل، لا باز ديالو تريونغل، هذا لا باز ديالو عباره على مثلث ا بي سي، ريكتانغل اون ا يعني قائم الزاويه في ا،
افيك ا بي عطاونا ا بي كتساوي 2 سنتيمتر، عطاونا ا سي كتساوي 6 سنتيمتر. قالك السؤال الاول فيريفي كو لا ديستانس اس بي، اس بي هاد لا ديستانس هادي تفقن كيما كيبان لكم هاد المثلث الدخلاني هذا اس ا بي راه مثلث قائم الزاويه شي، يعني اس بي راه لي بوتينيس، يعني غنخدموها بيتاغور. انا كنخرج لكم الناس اللي بغاو يخرجوا التمرين، ها هو قدامكم خرجوا التمرين سكريني دابا ولا شي حاجه وسير خرجوا راسك. انا غادي نشرح لك دابا غير كل سؤال كيفاش دير وغنخرجوا لك في ورقه. السؤال الثاني قال كالكولي لاغ ديال تريونغل ا بي سي، يعني عطاني لا سيرفاس ديال المثلث ا بي سي. كنعرفوها حنا هي لا هوتور فوا لا باز ديفيزي بار 2، هذا هو لاغ ديال تريونغل. السؤال الثاني ب اون دوير كو لو فولي، قال لك حسب لي الفوليوم ديال البيراميد، يعني عطاني الحجم ديال الهرم اس ا بي سي. الحجم ديالو راه معروف هو 1 على 3 في لا هوتور فوا لا سيرفاس ديال لا باز. السؤال 3 قال لك لا بيراميد اس ام ان بي، ها هو اس ام ان بي، هاد البيراميد الصغير هو شي، قال لك هو ان ريدكسيون، يعني واحد صغير هو ريدكسيون ديال البيراميد اس ا بي سي، يعني داروا ليه الصغير. ملي داروا ليه الصغير داروا ليه بكوفيسيون اللي هو 1 على 2، داروا ليه الصغير بواحد على 2، يعني ديك عطاوها لك مونطري كو لو فوليوم ديال البيراميد اس ام ان بي واحد، يعني قال لك حسب ليا الفوليوم الجديد. متفقين؟ يعني التمرين بسيط وسهل بزاف. انا غنخدمو لكم دابا، غادي نخدمو فيه عادي. فيريفي كو لا ديستانس اس بي اللي هي هاي هادي هي ديستانس اس بي، هادي دونك هادي هي لا ديستانس اس بي. دونك قلنا غنخدمو في هاد المثلث، ها هو الشيء المثلث الدخلاني لداخل. هاد المثلث راه قائم الزاوية، متفقين؟ قائم الزاوية فئة، راه هو كيبان لكم، نتمنى انه يكون كيبان لكم. دونك بالنسبه للسؤال الاول قلنا قال لك فيريفي كو لا ديستانس اس بي، هاد اس بي هاد المثلث اس بعد المثلث اللي غنخدموا به هو اس ا بي تريونغل ريكتانغل. متفقين؟ نزربوا باش نخدموا الماكسيموم ديال التمارين. دونك اس ا بي تريونغل ريكتانغل مثلث قائم الزاويه، دونك لي بوتينوس اللي هو اس بي او كاري يساوي اس ا او كاري زائد A B أو كاري. دونك A B أو كاري زائد S A أو كاري كيساوي S B أو كاري. نحطو لكل واحد الرقم ديالها، S B ما عندناش الرقم ديالها، هي اللي قالينا نحسبوها. S A S A أو كاري S A عندنا ديجا هي 3 سنتيمتر، زائد A B ديجا عندنا هي 2 سنتيمتر. دونك S B أو كاري كتساوي 3 أو كاري هي 9، 2 أو كاري هي 4. دونك اس بي او كاري كتساوي 13، وبما ان 13 بوزيتيف اذا اس بي نقدر نديرو ليها جذر من هنا وجذر من هنا وتولي هي جذر 13. متفقين؟ دونك السؤال الاول اللي هو فيريفي كو لا ديستانس اس بي، ها هو تخرج قدام عينيكم. نمشيو نخرجوا نفس نخرجوا السؤال الثاني هنا، يعني في نفس البلاصه حيت ساهل وبسيط بزاف. السؤال الثاني، السؤال الثاني اش كيقول ليا؟ السؤال الثاني كيقول لي كالكولي لاغ ديال تريونغل ا بي سي. دونك اس ا بي سي يعني المساحه لا سيرفاس ديال ا بي سي كالتالي. ا بي سي هذا المثلث هذا هو هذا المثلث هذا شي هذا المثلث هذا اللي ملون بحال هكا، هذا هو اللي غنحسبوا له حنا لا سيرفاس ديالو. لا سيرفاس ديالو بما ان الزاويه قائمه هنا، اذا هذا هو لا هوتور وهذه هي لا باز. اذا لا هوتور هو ا بي ولا لا باز هي ا سي ديفيزي بار 2، حيت فاش كيكون عندي انا مثلث قائم الزاويه هذوك الاضلوع اللي كيكونوا كيشكلوا زاويه قائمه، هذا هو اللي كيكون لا هوتور وهذا هو اللي كيكون لا باز، هذا هو ارتفاع وهذه قاعده. تساوي ا بي شحال عندنا هي 2، ا سي شحال عندنا عندنا هي 6 وعلى 2. صافقين؟ دونك ا بي ا سي ديفيزي بار 2، دونك كتمشي ليا 2 مع 2 تبقى 6، اذا 6 سنتيمتر او كاري، حيت هذه لا سيرفاس، لا سيرفاس كنديرو لها او كاري، وكان فوليوم غنديرو ليه اس 3. بعجاله غنمشيو نيشان وغادي نخدمو السؤال ب، هذا السؤال الف، هذا السؤال ب بي. الفوليوم، الفوليوم ديال البيراميد هو شحال؟ هو 1 على 3 في لا سيرفاس ديال لا باز في
لا هوتور واحد على ثلاثة في لا سيرفاس ديال لا باز خرجت لينا هي ستة فوا لا هوتور. لا هوتور قلنا هو اس هو ثلاثة، مشات ليا ثلاثة مع ثلاثة وغتبقى ستة، إذا ستة سنتيمتر كوب. متفقين؟ هذا هو الفوليوم أو الحجم ديالاش ديال الهرم. دونك هما السؤال الأول والسؤال الثاني. دابا يلا نمشيو نخرجوا السؤال الثالث. دونك بالنسبة للسؤال الثالث، السؤال الثالث ها هو قال لك أسيدي البيراميد اس ام، درنا لي قرات لكم السؤال قبيله. دونك هو كيبان لكم لا بيراميد اس ام ان بي هي اون ريدكسيون ديال لا بيراميد اس ا بي سي. دونك الصغاور هذا، دونك دابا غيخدموا على هذا الصغاور هذا. قال لك الصغاور هذا راه الصغير ديال هذا الكبير هذا، متفقين؟ هادو ديال الخدمه اللي قال لك دابا. قال لك بشحال صغروه؟ بواحد على جوج. اذا عطاونا ك، اذا في بريم كتساوي ك بويسونس 3 فوا في. بزاف ديال الناس كينساو هاد اس بويسونس 3، ولا في راسك، ولا في راسك في البريباراسيون ما تنساش هاد ك بويسونس 3، متفقين؟ دونك في بريم، في بريم اللي هو هذا كنسميوه الجديد، يعني الحجم الجديد هو اللي خصنا نلقاو، يعني هادي خصني نلقاوها. قالك مونتري كو، يعني هادي خصني نلقاوها، يعني الا خرجت لي 0.75 عندي صحيح. اذا في بريم بحال ما عنديش، هاهي في بريم ما عنديش. ك بويسونس 3 هي 1/2 بويسونس 3 فوا في الحجم القديم. الحجم القديم هو 6، متفقين؟ الا بغيت نخدم بالكالكولاتريس راه غنخدم بالكالكولاتريس، ما بغيتش نخدم بالكالكولاتريس راه بويسونس 3 غنفرقوا عليهم. دونك 1 بويسونس 3 تعطينا 1 و 2 بويسونس 3 تعطينا 8 في 6. دونك هادشي غيعطينا 6 على 8. الا شدينا 6 على 8 وقسمناها سواء في الكالكولاتريس سواء نقسموها في القسمه العاديه، دونك 6 قسمه 8 كتعطينا 0.75، 0.75 كيفما خرجت ليهم بحال ماك.